توصل لكل الاهداف اللي انت عايزها، بس اسمعه للنهايه واسمعوا كل كلمه، لان كل شرط انا جالكم بحاجات جديده وحاجات الناس كتيره على اليوتيوب مش بتقول عنها او بتخفيها عنكم او بتنساها. ممكن هنعمل تمرين حلو قوي في اخر الفيديو او في خلال الفيديو، هقول لكم هنعمل ايه في خلال التمرين ونجذب هدفنا ازاي او نجذب نعلي طاقتنا ازاي. انا واثقه 100% انكم لو كملتوا الفيديو ده للاخر وسمعت كل كلمه فيه وعرفتوا كل النصايح والتريكات اللي هقولها لكم خلال الفيديو ده كله، هتوصلوا لافضل نتيجه عايزينها في التخاطر. التخاطر مش حرام، التخاطر مش سحر، التخاطر ما بيعملش حاجه غير اراده ربنا. هي الفكره كلها ان احنا بنشحن طاقتنا الايجابيه، بنخلي تفكيرنا ايجابي فبنجذب الاهداف لينا. التخاطر ممكن نعمله مع الحبيب، مع الصاحب او الصديق، مع الحاجات اللي احنا عايزينها تحصل في حياتنا. عايزه اجيب عربيه، عايزه انجح في البيزنس بتاعي، عايزه يبقى عندي فلوس كتير، عايزه ابقى عندي بيت، عايزه حاجات كتيره قوي. تقدري او تقدر بالتخاطر توصل لكل الاهداف اللي انت عايزها، بس اسمعه للنهايه واسمعوا كل كلمه، لان كل شرط انا جالكم بحاجات جديده وحاجات الناس كتيره على اليوتيوب مش بتقول عنها او بتخفيها عنكم او بتنساها. ممكن التخاطر غير ان انا اتكلمت معاكم ان هو مش سحر ومش حاجه فوق اراده ربنا، لازم تبقوا متاكدين ان الحاجه اللي انتوا بتفكروا فيها ونفسكم فيها باذن الله تبقى خير ليكم. اوعوا يكون شخص مثلا عامل لكم بلوك، بس هو شخص عربيد، لا مؤاخذه انا اسفه جدا في الكلمه، شخص مش كويس او شخص خاين او شخص كذاب، وحصل بينكم وبين بعض خناقه لانك شخص مظبوط او انت واحده مظبوطه كويسه محترمه، وحصل بينكم وبين بعض فراق وعلشان انتم ما توافقتوش طاقيا وحصل الفراق ده وهو شخص مش كويس. طيب انا لو عملت تخاطر هيرجع لي؟ طب ليه تعملي تخاطر مع ليه تضيعي وقتك مع شخص او تضيعي وقتك مع شخص ملوش لازمه، مش كويس، مش بيحبك، او لو بيحبك هيقرفك بعد كده، لو حتى اتجوزته او اتخطبته هتبهدله. ليه؟ اشربوا ميه، ده اقوى بودكاست، بنشرب ميه طول الحلقه بدل الشاي والقهوه بنشرب ميه. اعملوا لايك وسبسكرايب علشان يوصل لكم كل فيديو جديد. هنعمل تمرين حلو قوي في اخر الفيديو او في خلال الفيديو، هقول لكم هنعمل ايه في خلال التمرين ونجذب هدفنا ازاي او نجذب نعلي طاقتنا ازاي. التخاطر تمرين بيعلي الطاقه الايجابيه، فما ينفعش ان انا استخدم الطاقه الايجابيه مع انسان سلبي وانسان مش كويس. لازم تكونوا متاكدين ان الانسان اللي انا اخترته ده او عايزه يفك البلوك، يكلمني، يتصل بيا، يخطبني، يسرع ينصفني في اي حاجه، يسرع الجواز، يسرع الخطوبه، يعترف لي بحبه، ان ده مش هعرف اعمله لو هو ما بيحبنيش او هو مش حاسسني. عمري ما هعمل كده. مفيش حد بيتغصب على حاجه غصب عنه. ايوه، هو مش حد بيتغصب على حاجه غصب عنه فعلا. يعني انا مش هقدر ان انا انت مثلا حد مثلا سي مثلا انا شخص بيحب شخص معين، انا واحده بحب شخص معين، هو واحد معين في حياتي، هو واحد مش غيره، وحد تاني سي مثلا معجب بيا وعمل لي تخاطر، والله لو من هنا للصبح ما عمل لي تخاطر في شخص انا قافل طاقتي عن اي حاجه اصلا. خدتوا بالكم النقطه دي؟ قافل طاقتي عن استقبال اصلا حد انه يفكر فيا او ان هو يجذبني ليه، لان انا منجذبه لشخص تاني، انا قلبي مع شخص تاني. فلو هو ما بيحبكيش وبيحب واحده تانيه، اوعي تعملي حاجه، اعملي لنفسك بقى وشوفي بقى فيديوهات عن حبك لنفسك وازاي تجذبي الشخص الصح ليكي او الحب الصح ليكي. والله الدنيا ما بتقف على حد، والله دايما الدنيا مليانه. يعني احنا بقينا كام مليار؟ ما اعرفش، احنا بقينا 7. انا حاسه ان احنا وانا بتكلم دلوقتي قبل الفيديو وبعد الفيديو حاسه ان احنا بقينا 8 مليار، مش عارفه. المهم يعني نوصل على خير وتبقى حياتنا كويسه. فخليكم فاكرين الحته دي كويس قوي في التخاطر او في جذب الاهداف عموما لما هنتكلم عنها بعد كده، ان لازم يكون الحاجه خير لينا او حاجه كويسه لينا. ما حصلتش عنها، ما حصلت هيحصل احسن منها، تلاقوش هيحصل احسن منها، هيجي احسن منه. والله خطب غيري، ما يخطب غيري في داهيه، خلاص دي اللي مناسبه ليه، غيري. لكن لو هو بقى في حب بينا وهو بيحبني وانا بحبه و بس حصل عكوسات، حسد، حد وقع ما بينا، اتخانقنا، ويا سلام اتخانقنا مثلا واحنا مخطوبين على الجهاز مثلا، على تجهيزات، هو عايز اللون الابيض وانا عايز اللون البينك مثلا، خلاص وعملنا لبعض بلوك. ايوه بصح، بتحصل كتير في الخطوبه والجواز عادي، يعني في ناس بتعمل بعض بلوك بس هزار كده بس، او بريك
بياخدوا بريك، بتاخدوا بريك من بعض. ايوه ممكن تعملوا التخاطر عشان تحسنوا علاقتكم مع بعض، لكن مفيش حاجه اسمها سحر وشعوذه وانا هعمل لك تخاطر. ده انا هجيبك بالتخاطر، ده انا بص بقى هجيبك. لا اوعي تعملي كده، او اوعي تعمل كده، اوعي تقللوا من نفسكم يا جماعه. اوعوا التخاطر 100% حاجه طبيعيه، 100% زيها زي الكهرباء. طيب الكهرباء اصلا طبيعيه، يعني مش صناعيه، دي حاجه كلها من خلقه ربنا او من صنع الله، زيها زي الكهرباء، زي الاضاءه، زي موجات الراديو، دي كلها حاجات فيزيائيه. احنا عمرنا قلنا ان مثلا اذاعه الراديو دي مش هتشتغل النهارده، او النور او الكهرباء مش هتشتغل النهارده؟ ليه؟ لان احنا واثقين وجربناها قبل كده. فعشان التخاطر مجرب قبل كده بس مع الناس الصح، اللي هو الارسال الصح بقى، يعني مع الناس الصح، فهو مجرب مع قبل كده، فان هو يحسن العلاقات، يحسن لو مثلا قررتوا ان انتوا تنفصلوا ترجعوا لبعض، ولو انتوا كويسين مع بعض مثلا، عايز حد يعترف لك بحبه مثلا، لو هو بيحبك فعلا بيبتدي يعترف لك بحبه، ويبتدي يتراجع شويه عن الكبرياء اللي عنده ده. تمام. التخاطر عباره عن موجات فيزيائيه، ومش عايز ادخلكم في انا قعدت اقرا في حاجات كتير عن التخاطر كده، مش عايزه ادخلكم في تفاصيل غريبه هتوجع دماغكم. مش حابه درس الفيزياء ده، كفايه علينا السكين كير والحاجات الجميله بتاعتنا والميك اب والحاجات بتاعت البنات وبس، والتفكير الايجابي وشكرا. ده توجه القناه بالنسبه لي. اتمنى يعجبكم، وتعملوا لايك وسبسكرايب، وتقولوا لي في الكومنتات مين نجح مع التخاطر، ومين نفسه يحصل ايه في التخاطر. ولو وصلتوا حد هنا في فيديو قبل ما نقول التمرين، قولوا لي ان انا مستنيه التمرين وسمعت التمرين. اوكي. طيب لازم تراقبوا افكاركم. اول حاجه قبل ما هعمل التمرين هفك التعلق بالشخص ده. معلش انا عارفه ان هي حاجه ممكن تكون صعبه، انك ممكن تكوني متعلقه بالشخص ده ان هو يحبك ويرجع لك ويكلمك ويتجوزك، بس حاولي تنسيه ولو حبه الفيديو ده الخمس دقايق جايين دول. خلاص هنعمل ايه؟ هنروق نفسنا خالص، ناكل الاكله اللي احنا بنحبها ايا كانت الاكله ايه، ناخد شاور هادي وجميل كده، دافي بقى بارد اللي انتوا حابينه، سكين كير. ايوه والله هيفرق سكين كير، مش لازم كل البرودكت، يعني كفايه ديزاير، كفايه حاجات بسيطه حطوها على وشكم كده، لو ولد كريم بسيط كده، او يعني منجه نفسك، منجوا نفسكم. نقعد في مكان هادي، اوضه لوحدنا او مكان لوحدنا. مع ان طب والله انا عندي اخواتي ما بعرفش اقعد لوحدي، ممكن اروح في كافيه هادي جدا او اوتيل هادي جدا، واقعد في مكان هادي جدا لوحدي واعمل التخاطر ده. مش شرط يكون اوضه لوحدي، يفضل ان الاوضه تكون هاديه او نور خافت، مش الاضاءات الكتيره اللي فوق دماغي دي. تمام. ويفضل موسيقى هاديه، او تكون عامل العباده اللي عليك ايا كان ديانتك، او ايا كان ديانتك. صليت العشاء، صليت المغرب، او صليت، ممكن تعملوا بنيه قضاء الحاجه ركعتين وتقروا سوره البقره مثلا، او سوره الواقعه، او سوره صاد. بتفرق جدا في ان انا اخلي طاقتي احسن. القران حاجه جميله وبيخلي، يعني خدوها ان هي عباده، ما تاخدوهاش ان هي احسن طاقتي بالقران والكلام ده عشان خاطري والنبي بلاش نخش في مشاكل. لما تكون عامل العباده اللي عليك هتحس ان ضميرك منتهى، عامل شغلك، ما وراكش اي حاجه، عامل كل حاجه عليك او عامله كل حاجه عليكي. وتبتدي واحده واحده بعد ما روقنا نفسنا كده، نروق بقى جسمنا، نشرب ميه، ميه نقيه نظيفه من الفلتر او معدنيه، بق ميه بسيط، ونبتدي التمرين. موسيقى هاديه او مكان هادي، اي حاجه بتحبوها، ونغمض عينينا يفضل، ونبتدي ناخد نفس عميق، نفس عميق من الانف وشهيق، يعني زفير، سوري، شهيق من الانف، بحيث احس ان بطني اتملت نفس، وممكن اكتمه ثانيه واحده بس، وابتدي انفخه من الفم. في تريكات كتير ركزوا معايا، كذا مرة على قد ما تقدروا، يفضل 10 مرات، 8 مرات، تسأل من الرقم اللي انت بتحبوه. انا بحب تعمل رقم 8، هعمل 8. خلاص بالراحة خالص بكل هدوء، وابتدي افكر في الشخص ده وانا مغمضة عينيا. انا اللي غلطانة او انا اللي غلطان في حقه، والغلط ده نتج عن مثلا بلوك،
او ما بتكلموش بعض. التخاطر هيحفظ لك كرامتك جدا، هيحفظ لك كرامتك جدا ان انا ما اتصلش بيه. او يعني في ناس بيبقى عندها كبرياء ان هي تعتذر، فهتبتدي تقول له انا 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 غلطانه، وانا غلطان، انا عارفه ان انا غلطان، بس تعالى نتكلم تاني بهدوء ونتناقش ونتصالح، او نتصالح من غير ما نتعاتب. وكرر الطلب ده اكتر من مره، فك البلوك، اتصل بيا، صالحني، تعالى اعمل اللي انا عايزاه منك، او تعالى اعملي اللي انا عايزه منك، تمام؟ كلميني، حسي بيا، ابعدي عن الاشخاص اللي مكرهينك فيا، او ابعد عن الاشخاص اللي مكرهينك فيا، تمام؟ بكل هدوء، بكل هدوء خالص. كرر الطلب من 3 لأي مرات انت عايزها، يعني 3 مرات نكرر الطلب، كفاية 3 مرات. انا شايفة ان كفاية قوي 3 مرات، ممكن اكتر، ممكن 3 مرات حلوة قوي. وتقول الطلب بهدوء، كأنك قاعد معايا في مكان على البحر هادي، او مكان كله شجر وورد، ومثلا في مطر، او في سحاب، او اي منظر طبيعي انتوا بتحبوه، قاعدين على النيل، قاعدين على البحر. الحاجات دي بتفرق جدا. وافتكروا الذكريات الحلوه ليكم مع بعض، انسوا خالص كل حاجه سلبيه حصلت بينكم وبين بعض، انسوها تماما. فكر او فكري في الحاجه دي بس، في الهدف اللي هيحصل. هدفي ان علاقتنا تتصلح، فعلاقتنا هتتصلح. استمر في الهدوء اللي انا فيه، وفي تخيل الحاجة الجميلة اللي معاه، فانا بشحن طاقتي للاعلى. طاقتي العالية دي هتوصل له. لما طاقتي العالية هتوصل له، ويفضل في وقت نوم، يعني مثلا بالليل خالص، يفضل هو يفضل، بس هل شرط؟ لا مش شرط. يفضل بالليل خالص تكونوا عارفين ان الشخص نايم، وصل له الطاقه، ممكن توصل له على هيئه احلام، ممكن توصل له على هيئه رساله كونيه بسيطه وتنجح. وبعد ما تعملوا كده، ابتدوا ارجعوا نفس تاني بهدوء بعد ما تكرروا الطلبات. ممكن تاخدكم الفكره لحاجه اعلى شويه، انك تأمره انه يكلمك، او تأمريه يكلمك. بتحصل، بتحصل، بس انا عايزه اجل دي شويه. يعني عادي، ممكن تقوله بهدوء، وبعد كده لما تنتهوا من تمرين التخاطر انسوه تماما كانكم ما عملتهوش، عشان ما تبقوش ضايق ولا تعملوا تاني. هي مره واحده بس. طب فرضا حد قطعنا، لا عادي، استمروا واعملوا التمرين تاني عادي في نفس اليوم، لكن مش يعني في كفاية قوي، عدوا مثلا 10 أيام وممكن تعملوا تخاطر تاني، وانسوا النتيجة تماما، لانها هتحصل، هتحصل بإذن الله رب العالمين. هتحصل لما ربنا يكون رايد وشايف الشخص ده الشخص الصح ليكم، او شايف ان صلحكم دلوقتي احسن وقت ان انتوا تتصالحوا. هيحصل التمرين، التمرين ده تركاته مهمة جدا، ويفضل فعلا وقت النوم. دي حاجة محدش هيقولها لكم قبل كده، او محدش قالها لكم قبل كده. سر، سر من اسرار التخاطر. علشان لازم تبقوا متأكدين، وهفضل اكرر، اوعوا تعملوا التخاطر مع حد انتوا مش شايفينه شخص صح، شايفينه شخص منيل بستني. لا، قولوا في داهية. اعملوا تخاطر ان هو في داهية. ممكن اعمل تخاطر ان انا انساه، لو سمحت انا عايز انساك. ايوه ممكن اعمل كده، انا عندي خلاص ما عادش فارق معايا، بس شاغل تفكيري شويه، او يمكن صعبان عليا الحاجات، الذكريات اللي لينا مع بعض. وارد، ممكن تعمل كده او تعملي كده. المهم ان التخاطر ده هيريحكم نفسيا وطاقيا طاقه ايجابيه. انشروا الفيديو ده لو
حابين ان احنا نوصل لطاقه ايجابيه جماعيه. انا بحس ان الطاقه الايجابيه دي بتبقى جماعيه. عارفين لما الناس كلها تبقى زعلانه، كلنا يعني عدد كبير من الناس حوالينا زعلان فكلنا بنبقى زعلانين، عدد كبير حوالينا من الناس فرحان فكلنا فرحانين. ليه بنفرح لما بنروح فرح، وليه بنبقى زعلانين لما بنروح مكان فيه زعل؟ تاثر جماعي. فالفيديو ده طاقه جماعيه ايجابيه رهيبه، طاقه طاقه انت بترسلها لاهدافك. هدفك في الحياه دلوقتي ان انتوا ترجعوا لبعض تبقوا كويسين مع بعض، هيحصل لو انتوا فعلا تنفعوا لبعض، افتكروا دايما. طيب ما تقلقوش لو حصل اي حاجه زي مثلا دوخه، صداع بسيط، نوم، ممكن تلاقوا نفسكم نمتوا في نص التمرين عادي، بتحصل. التمرين معناها كده ان هو ماشي كويس. وقولوا لي في الكومنتات اي حد جرب التخاطر يطمني نجح معاه ولا الدنيا مشيت معاه ازاي. خلي بالكوا التخاطر من كتر ما طاقتك الايجابيه هتبقى عاليه، ده ممكن يبعد عنك شياطين الانس او الناس اللي مش كويسه او الناس اللي ما تنفعكش. عشان خاطري خلوا بالكم النقطه دي كويس قوي. انا مش احسن حد في الدنيا عشان انصحكم حاجه زي كده، بس اعتبروني اختكم وبقول لكم ان مستحيل علاقه تكمل بسلام وبهدوء لو ربنا مش رايدها، او لو ربنا عارف انك شخص كويس والله ربنا هيديك الشخص الكويس، انك شخص مش كويس ربنا هيديك الشخص اللي زيك، معلش اللي هيقرفك ويطلع عينيك عادي. هو الارتباط اكيد فيه طلعان عينين كتير، بس لما يكون في شخص مش مناسب ليك ومناسب لحد تاني اوعى تجيبه تاني. اوعى اوعى او اوعى تفكري ان انت تحاولي معاه تاني عشان خاطري ما تنحيش طاقتك كفايه. في حاجات كتيره ممكن تعمليها لنفسك اهم من الكلام ده، حاجات احلى بكتير ممكن تعمليها لنفسك. وشغلي نفسك بنفسك وشغل نفسك بنفسك. هنتكلم في الفيديوهات الجايه عن ازاي نعلي من طاقتنا لنفسنا وثقتنا بنفسنا، وازاي نجذب الشخص الصح لينا، او ازاي نحافظ على الحب ده. لايك سبسكرايب تاني، دايما لازم نفكركم، لما افكركم بتعملوا كده. واكتبوا لي في الكومنتات لو سمحتم رايكم ايه في التخاطر، هل عملتوه قبل كده ونجح؟ هل فعلا عملتوه وطرد عنكم شخص مش كويس؟ واتمنى ان ده يحصل. ولا على فكره لما بيطرد عنكم شخص مش كويس بيجي لكم ساعتها الدنيا عندكم بتتفتح ويجي لكم ساعتها الشخص اللي كويس قوي. وياما كتير كده، ياما في سكسس ستوريز كتيره كده، ناس كتيره جدا حصل معاها ان هي جابت الشخص الحلو لحياتها. والله بتحصل كتير. اوعوا تفتكروا ان الدنيا احنا خلاص 8 مليار اعتقد او 9 مليار قبل الفيديو ولا بعد الفيديو ما اعرفش، احنا كتير والله هيجي كتير. ولو ما بتقابلوش حد هيجي برضو غصب عنكم زي القضاء كده، هيجي لكم شخص حلو جدا لو انتوا شخص حلو جدا. فعشان كده بقول لكم انتوا حسنوا من نفسكم، لما تحسنوا من نفسكم ربنا هيبعت لكم الاحسن. ودايما هتحمدوا ربنا لو ربنا بعد عنكم الشخص اللي انتوا عملتم معاه تخاطر ان هو يرجع لكم ده وما رجعلكوش او حصل اي حاجه، هتحمدوا ربنا ان في احسن منه دخل حياتكم. والله احسن منه بكتير كمان، وارد تحصل وقت كبير جدا ما فيش اي حد في حياتكم، فعادي يعني يا جماعه احنا يعني عادي في حاجات كتيره ممكن تتعمل غير الحب او تتعمل. شوفوا انتوا عايزين تقولوها ازاي. مش هطول عليكم في الفيديو اكتر من كده، علشان تقولوا لي في الكومنتات اللي وصل لحد هنا في الكومنتات، اللي وصل لحد هنا في الفيديو يقول لي انا كملت الفيديو وعملت التخاطر او هعمل التخاطر واتمنى ينجح معايا وانا هحقق اهدافي كلها، هريح نفسيتي. قولوا اللي انتوا عايزين تقولوه في الكومنتات واعملوا لايك، لانه بيفرق في وصول المحتوى ده لناس كتيرة. لما المحتوى ده يوصل لناس كتيرة اعرفوا انه طاقته الايجابية هتوصل ليكم كلكم، فهيعم الخير على الناس كلها، هيعم الطاقة الإيجابية على الناس كلها. وأتمنى أكون طاقة إيجابية في حياتكم وكلام جميل في حياتكم. أشوفكم على خير الحلقة الجاية، مع السلامة.